طيب احنا بيفصلنا تقريبا اقل من اسبوعين، 13 يوم يعني بالتحديد، عن المباراه الاهم في القاره الافريقيه الموسم ده، مباراه هتجمع بين الاهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري الابطال. ازاي بيبص لده الاتحاد الافريقي؟ ازاي بيحضر للقاء ده؟ نتكلم على كل ما يتعلق بالمباراه دي على وجه الخصوص، وهنتكلم بشكل عام ومطلق عن بعض الاخبار اللي ترددت في الفتره الاخيره ورؤيه المتعلقه طبعا بالكره الافريقيه ورؤيه الاتحاد الافريقي فيها، سواء فيما يتعلق بدوري السوبر الافريقي اللي كان فشل في اوروبا، هل يتم استنساخه في افريقيا، ورؤيه الاتحاد الافريقي ده. هنتكلم على تطوير منظومه الكره في افريقيا، رؤيه موتسيبي، لانه الحقيقه كتير من الخبراء والمحللين متفائلين جدا بتولي موتسيبي مهمته كرئيس الاتحاد الافريقي. خلينا نستقبل خبير الاعلامي بالاتحاد الافريقي لكره القدم كولينز اوكينيو، هيكون ضيفنا من خلال فيديو كونفرنس على شاشه الاهلي في السادسه. طبعا بدايه اهلا بيك وبشكرك على وجودك معنا على الهواء في على قناه النادي الاهلي. لاستقبالي على قناة الأهلي، أنا سعيد جدا بتواجدي معكم. بداية خليني أبتدي بالحدث الأهم والأبرز واللي بتنتظره كل جماهير النادي الأهلي، وهو طبعا لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي هتستضيفه المغرب بيوم 17. أهم الاستعدادات فيما يتعلق بالمباراة، سواء من ناحية التنظيمية أو ناحية الإدارية، رؤية الاتحاد الأفريقي للمباراة وشكل ظهورها طبعا بشكل يشرف الكرة الأفريقية. بالتأكيد هذه المباراة هي أهم حدث في الكرة الأفريقية. كايزر تشيفز لم يصل لهذه المرتبة في آخر 20 سنة، وكذلك الأهلي أمر مهم جدا بالنسبة له. وفي ظل هذه الأحداث العصيبة لكوفيد 19، فيوجد إجراءات احترازية خاصة من ناحية الكاف، لأن هذه الفرق من أهم الفرق في أفريقيا في الفترة الأخيرة. خليني أكلمك بمناسبة الإجراءات الاحترازية، مدى رؤية الاتحاد الأفريقي لفكرة الحضور الجماهيري، ومدى التنسيق أيضا مع الجانب المغربي اللي أعتقد أنه بالتأكيد هيكون له رؤية أو وجهة نظر في نفس الملف. أعتقد أن أهم الإجراءات التي اتخذها الكاف مع الجانب المغربي هو هذا الأمر، لأني أتذكر لما كان في بطولة في آخر بطولة في النهائي، كان لم يكن ليقدر له أن يكون في المغرب بسبب هذا المرض، لذلك كان مرجح أن تكون مصر في النسخة السابقة. لذلك يجب على الاتحاد الأفريقي أن يتخذ الإجراءات الهامة لهذا الأمر ليقام في المغرب. وأعتقد أن الاتحاد الأفريقي استعد جيدا لهذه المباراة. هل طالب الاتحاد الأفريقي الاتحاد المغربي بشكل مباشر بأن يسمح بحضور جماهيري في المباراة، ولا ترك الأمر فقط للاتحاد المغربي ليقرر؟ حتى الآن لم تتضح الرؤية بخصوص حضور الجماهير. طب بالطبع الجانب المغربي يريد ذلك، لكن هذا الأمر ليس راجع للاتحاد، وإنما راجع للتنسيق بين كل الجهات مع الحكومة والاتحاد الأفريقي. فلذلك الاتحاد المغربي ينتظر رد الحكومة المغربية وكذلك الاتحاد الأفريقي. فالأمر يتم بالتنسيق بين الاتحاد المغربي والاتحاد الأفريقي والحكومة المغربية كذلك. من وجهة نظرك إزاي قيم الاتحاد الأفريقي الموسم ده، سواء من ناحية بطولة دوري الأبطال أو البطولة الكونفدرالية، وإيه هي أبرز النقاط السلبية اللي حط إيده عليها واللي يجب أنه يتم تفاديها في النسخ اللي جاية من البطولتين؟ أهم الأشياء التي يجب أن نتجنبها إذا نظرنا إلى هذا الأمر، لأن الفريقين الذين أمامنا فريقين كبيرين جدا، فريق الأهلي المصري وكذلك كايزر تشيفز.
لذلك يجب ان نعتبر يجب ان ناخذ في الاعتبار مدى حجم الفريقين اللذين يخوضان الفريقين الذين يخوض المباراه. كذلك الكلام مش بس على المباراه النهائيه، انا بتكلم على بدايه البطوله، من بدايتها على مدار البطوله يمكن يكون في بعض السلبيات اللي تم رصدها واللي يجب على الاتحاد الافريقي انه يعمل على تفاديها في السنوات اللي جايه وفي النسخ اللي جايه من البطولات الافريقيه. من وجهه نظرك اهم هذه السلبيات، سواء من ناحيه التحكيم، سواء من ناحيه مدى جاهزيه الملاعب، سواء من ناحيه تقنيه زي عدم وجود تقنيه الفار في بطوله كبيره بحجم بطوله دوري الابطال الافريقي من بدايتها، يعني ابرز السلبيات اللي هيشتغل عليها الاتحاد الافريقي عشان ما تتكررش في النسخ اللي جايه. أنا أؤمن أن أهم نقطة سلبية في هذه البطولة هي استخدام أو التعامل مع المرض كوفيد 19، وكذلك الأمر بالنسبة لإقامة المرض بإقامة المباراة في المغرب كان الأمر صعب جدا في التعامل مع هذه الجائحة. طيب خليني أسألك، طيب كوفيد 19 نتمنى أنه طبعا إن شاء الله بإذن الله، يمكن شفنا بطولة أوروبا والحضور الجماهيري، نتمنى أن الموسم القادم على مستوى العالم مش بس في أفريقيا نتفادى المشكلة دي وترجع الجماهير مرة تانية. سؤالي الأخير ليك متعلق بفكرة دوري السوبر الإفريقي. كلام كتير جدا كان على النسخة الأوروبية منه، واعتراضات كبيرة من عدد كبير جدا من الأندية والاتحادات. يقال أنه إنفانتينو رئيس الفيفا طرح الفكرة أنه يتم تطبيقها في قارة إفريقيا، وأنه يقام دوري سوبر إفريقي. إيه صحة أو مدى دقة المعلومة من وجهة نظرك؟ وهل بتشوف أنه ده قابل فعلا للتطبيق، ولا هيواجه أيضا باعتراض زي ما تم الاعتراض عليه في أوروبا؟ سريعا لو سمحت. إذا نظرنا لهذا الأمر جيدا سنجد أن هذا الأمر متقبل. لذلك مستر موتسيبي يريد إقامة هذا الحدث في أفريقيا، لكن يوجد من العديد من النقاط المقبولة لهذا الأمر. أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر إيجابيا على الكرة الأفريقية، وسيكون عائد جيد للاتحاد الأفريقي والكرة الأفريقية كذلك. بشكرك شكرا جزيلا كولينز أوكينيو الخبير الإعلامي بالاتحاد الأفريقي. وموضوع الدوري السوبر الأفريقي ده أعتقد محتاج وقت نتكلم فيه في كتير من التفاصيل وإزاي ممكن تطبيقه. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول.